حركة بسيطة جدا هتغنيك عن كتابة الأسماء كتير جدا، وإن أنت تبقى الموضوع صعب بالنسبة لك. لو أنت دلوقتي شايف قدامك في البراند كريزلر وفي الموديل بتاعها سي 300، فأنت عايز تكتبهم الاتنين في خلية واحدة أو في كلمة واحدة، كل عليك إنك هتكتب كريزلر سي 300، وبعد كده عشان تكتب كل الأسامي تحت بعض تروح دايس كنترول إي كده تنقلوا كلهم تحت بعض، مثلا نيسان صاني بقت نيسان صاني وهكذا. الموضوع ده بقى اسهل بكتير جدا بدل ما تقعد تكتبهم تحت بعض ويعني ياخدوا منك وقت كتير. شكرا جدا ليكم، ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناة. كان معكم محمد تحسين من قناة سيرشكي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.